بلي للاسف مره اخرى قد تحرموا من حلاوه الديربي اللي كيف قلت انا يعني بحال شي كسكسو بلا خضره. للاسف ديربي بدون جمهور صعيب يتقبل اي مشجع رجاء ولوي ديالي، خاصه اللي كيعشق كره القدم. انا شخصيا اول المتضررين بغياب الجماهير، صراحه انا اول المتضررين. علاش؟ لان ديربي راه هو الجمهور، قوة الرجاء والوداد وجبه. احنا ما نهضروش كاع على الرجاء، نهضروا على الديربي. راه قوة الديربي، مكانة الديربي، الديربي معروف في العالم، دونك معروف في العالم باش بالجمهور بالتيفوه، وهذاك اللومبيونس ديال الجمهور والتيفوه ديال الجمهور وكاع داك الطاقة اللي كيعطيها الجمهور كتنزل عند اللعاب اللي كيعطيو كذلك طبق الكرة. فاش كيسمع داك الجمهور كيغوت فيه حلاوة الديربي افتقدناها. فين هو الديربي هذا اللي كانوا الناس كيدوا عليه شهر قبل، 15 يوم قبل، 20 يوم قبل؟ ديربي شكون غيربح؟ شدوا في بعضياتنا. فين هو هادشي؟ فين هو هادشي وحنا مقبلين؟ والديربي راه كيعطي سمعة للكرة المغربية. حنا دابا الكرة المغربية كنبغيو نهزو بها في الأعالي، ها؟ كنبغيو نقولوا حنا المغرب وصلنا واحد النيفو عالي، غنضمو كوب دافريك، غنضمو كوب دي مون. راه الديربي داخل في في في, في الملف ديال التنظيم ديال كوب دافريك. ما نساوش بلي الديربي راه هو كيعطي قيمة للكرة المغربية، أعمدة الأندية الكرة المغربية. ولكن للاسف ما كاينش جمهور. انا بعدا من اول متضررين المتولي دائما كيدعي للروح الرياضيه ولا للشغب، وصراحه انا تمنيت لو كان الجمهور على الاقل. واخا المهم غنجي نحضر حتى انا ندير دي زانترفيو مع القنوات الالكترونيه، كنحييهم بينهم قناه الدار، كنحيي تحيه كبيره. ف شنو نقول لك؟ للاسف ما كاينش جمهور. دير بغيت تلعب، شوف غادي تلعب بدون جمهور ما يكونش في الطعم، تكون واقعي، عمر ما مفهوماش بدون تبرير. كنظنش الدولة الحمد لله صحيح من حقها، كاين الشغب من حقها. انا نافي افيك انا كتحارب، انا من الناس، انا بالعكس انا الناس ديال كنحيي الامن، كنحيي السلطات، كنحيي الدرك الملكي، كنحيي قوات المساعدة اللي دائما كيتعاملوا معي معاملة زوينة اون طونك واحد اللي كيحارب الشغب الحمد لله. فكنحييهم هادو شابو كاملين بدون استثناء، غير هو القرارات اللي كيقول لك الدواعي امنية. راه الامن الحمد لله قاد يغطي الامور، قاد يغطي ديربي بهذا الحجم. صراحة داروا ديربيات من الجمهور، كان الشغاب كانوا أمور ما خو ما بغيناش. والرجاء الرجاء كنظن مورال مو أفضل. الرجاء بعد الفوز الأخير أمام اتحاد طنجة في السلوى واحد، الرجاء يعني فوق كيف كنقولوا حنا فافوري باش يربح هذا الماتش، باش نكونوا واقعيين معنويا ماديا الأمور مزيانة في الرجاء، عكس الوداد اللي كيدوز من أزمة هذا نقول مادية ومعنوية. أن الفرق الكبيرة راه تمرض ولكن لا تموت، يعني النتيجة أنا كنتوقع شنو نقول لك، كنتوقع التعادل صراحة، كنتوقع التعادل وهذه أحسن نتيجة بغيتها أنا. شوف التعادل حيت أنا كنخرج نقول لك أنا هو الدير بيكون كان بنادم، يعني أنا شخصيا حتى أنا زيت ليغاليتي غتريح هادو تريح هادو. مي من واحد الناحية بغيت نقولها في حق مهمة باش نختم، نقدر نقول لك بلي واحد الفئه ديال الجمهور هي اللي خلات الدوله تاخذ القرار. الدوله كانت فاتحه للمجال، ولكن واحد الفئه كتجي كتخرب الطوموبيلات، تهرس طوموبيلات الناس وتكسر الزجاج ديال الحوانت وداك الشيء، وبزاف هذا الشيء اللي خلاهم يديروا هذا القرار. وديما راجو وديما ويدا وديما مغرب، الله ارواح الملك. بارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.